نتكلم بقى على المشاهد العظيمة اللي تابعناها مع كل استحقاق انتخابي. ويمكن أستاذ سعيد كان اتكلم على جزء منها، لكن هي مشاهد بتكشف قد إيه إن المصريين بيحبوا بلده. مش بس بيحب بلده، هو عنده حرص كبير على استقرار هذه الدولة. وإحنا يعني الكلمة دي لما دايما بنقولها هي فعلا حقيقة، لما بنقول إن مصر دولة مؤسسات، والمواطن المصري عارف إن مصر دولة مؤسسات بتحترم الدستور والقانون. عشان كده بنلاقي إنه يمكن لما بنقول السيدات متوسطي السن الكبار هم اللي بيبقى عندهم حرص على المشاركة في العملية الانتخابية امبارح، وكان واضح بشكل كبير جدا، وشباب، لأنه خلاص أنا عارفة دستوري يعني إيه، قانون يعني إيه. وامبارح يعني صحيح إن الشباب مش بيقبل قوي، لكن امبارح شفنا إن شباب مصر، مستقبل مصر، كانوا موجودين. طبعا كبار السن بيبقوا موجودين. أما بقى عظيمات مصر وسيدات مصر الفضليات في كل استحقاق انتخابي صراحة بيثبتوا قد إيه إن المرأة المصرية دي عظيمة، قد إيه حريصة على مستقبل ولادها. مش بس كده، هي بتنزل ليه؟ لأن هي ربة أسرة، فهي عارفة يعني إيه أنا لما تبقى دايرتي فيها استقرار، فيها النائب ده، فيها إيه، ده هيعود عليا بإيه، وعلى عيلتي بإيه، وعلى أسرتي بإيه، وعلى دخل أسرتي إزاي، وعلى الاستقرار في مكاني إزاي. عشان كده بنلاقي المرأة زي هي بتبقى مسؤولة عن بيتها، مسؤولة عن أسرتها، بتنزل هي عندها إحساس بالمسؤولية. إحساسها بالمسؤولية ده بيخلينا نشوفها واقفة بالطوابير، واقفة بهذا الشكل. أما المرأة في الصعيد فأنا عايز أقول لكم بيبقى ليها دور كبير جدا، لأن بتبقى محرك بشكل كبير لأسرتها. لأن المرأة في الصعيد هي اللي عايز أقول هي العمود داخل البيت. فبنلاقي إن السيدات بينزلوا، وبينزلوا بشكل كبير. لا مش بس كده، بتلاقي كمان لما بتقعد تتكلم معاهم هي بتحفز ولادها، قوم يا ابني انت، وهو قوم يا بنتي انت قاعدة ليه، ما تقومي، ما انت عندك رقم قومي ومن حقك ان انت تدلي بصوتك، ده حقك اللي بيكفله الدستور، ما تنزلي تتحركي، ولا انتوا بس قاعدين على الكنب بتتكلموا وخلاص. بتلاقيها بتحفز ولادها، بتحركهم ان هم يبقوا مشاركين في صنع مستقبل الوطن. ما هو مجلس النواب ده يا جماعة هو مجلس تشريعات وقوانين، القوانين دي في الأول وفي الآخر بتعود علينا، بتعود علينا اجتماعيا، سياسيا، اقتصاديا، ما كل حاجة ده بيرجع لنا. يعني لما بتبقى بنلاقي جامعات جديدة، ولا بنلاقي مشاريع جديدة، ولا لما بنلاقي قوانين اجتماعية تخص الأسرة جديدة، ما كل ده بيتناقش جوه المجلس، وكل ده بيقره المجلس.